معكم بالأخبار، أخبار هذا الرأي العام في الأيامات الأخرانية. الشاب اسمه محمد أمين الدريدي، عمره 25 سنة، ربي يرحمه. كما قلنا قبل الفاصل انتحر بعد تفكت له الميزان نتاعو اللي يخدم به، وهو منتسب عامل برويتة، يبيع في الغلة ويبيع في الخضرة. هذا ما قيل على مواقع التواصل الاجتماعي، على صفحات التواصل الاجتماعي. كما قلت، داخلية عندها نظرة أخرى للأمور، نحكيه في داخلية بعد شوية، ولكن حبوا نعرفوا شنو صار معنا. عم محمد أمين الدريدي، عم أخو والده سي قدور الدريدي. صباح النور سي قدور. سي قدور صباح الأنوار. سي قدور تسمع فينا؟ ما نعرفش حاضر التليفون ولا نعاودوا الاتصال بقدور الدريدي. عم محمد امين الدريدي باش يحكي لنا اكثر على تفاصيل الحادثه، لانه كما قلت قيل على مواقع التواصل الاجتماعي انه سبب هو مسار مع وين الشرطه البلديه، وقت اللي الداخليه تقول لي عنده اضطرابات مع عائلته، مشاكل حاده هي ما دفعت الشاب محمد امين الدريدي الى الانتحار في مقتبل العمر، عمره 25 سنه. معنا تليفون سي قدور الدريدي، عم محمد امين الدريدي. سي قدور صباح النور والبركه فيك. ان شاء الله ربي يصبركم على فريق ولدكم محمد امين الدريدي. سي قدور كما كنت تسمع فيا، ساعه مشكوره على قبولك التدخل معنا في الظروف الصعيبه اللي تمر بها. الكلام برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. شنو اللي صار مع محمد امين الدريدي ولد خوك؟ شنو اللي صار؟ هو بالنسبة اللي صار مع محمد أمين الدريدي، هو عام نقولوا احنا بطال، عمل نصبة صغيرة ضايقوه برشا، عمل حد لحياته. هذا مختصر الحديث. هو احنا في الحالة مشويين عليه، نتو في جبنا سامحوني، كان مجيش توا نحكي برشا، مجيش تعطيتك شنو هو أهم المعطيات نتاعو. نتفاهم برشا، نتفاهم يخدم معاون مشي، لكن سكروا في وجه البيت. هذا هو باختصار. باهي، هذا باختصار. احنا تو موجودين في جبهنا. كان ناخذ منك طريقة أخرى ونعتذر، نعرف ماكش في حالة تخليك باش تحكي برشا، نعتذر سي قدور. هذه أول حادثة تصير مع الشرطة البلدية، خاطر قلت ضيقوه برشا. أي، هو الحكاية كل 10 أيام. 10 ايام اللي عداه ماشي جاي على الشرطه البلديه اكثر من اللي عداه يخدم فيه في النصب نتاعو. هو الحاجه الوحيده ان شاء الله ربي ظهر له حقه، وان شاء الله الناس الكل تطبق القانون. هذا شنو نحبه، احنا طالبين حقه بالقانون بالقانون بالقانون. واحنا حتى اولاد حومته حبوا يخرجوا، رانا شدينا وتفاهموا وكذا. وحاجه طلب باخر، فما ولاد صغار صحيح خرجوا البارح، راهم كلهم امين هذوكم، نطلبوا من السلطات الافراج عليهم فورا. امين. خاطر هم ماهمش ولاد صغار. العمليه وقتاش صارت؟ نهار الخميس صارت هي سي قدور؟ لا، نهار السبت. نهار السبت صارت حكايه الميزان اللي تفكلوا. الحادثه ذيك صارت نهار السبت. ثم شكون شافوا بعد الحادثه من العائله بعد اللي تفكلوا الميزان؟ قابل حد من عائلته، ابوه وهم واخواته وانت ما نعرفش؟ سامحني، كان ما فهمش قلق خير وما عادش نجم توا امامكم بعد مثال شو تلبوني نعطيك تفاسير واضحه. باهي، نتفهم. شكرا لك سي قدور الدريدي، قاعدين يدفنوا فيه اللحظه هذيا. شكرا لك من القلب، ربي يصبركم. ميرسي اللي قبلت باش تدخل معانا. شفتوا الحاله نتاع الانهيار اللي عليها عم محمد امين الدريدي اللي هو قدور الدريدي. دونك الحادثه صارت نهار السبت، على خلفية المسار قرر الشاب محمد أمين الدريدي، شهد ربي يرحمه ويغفر له ويسامحه، 25 سنة وضع حد لحياته. ما عرفش شنو نجمو نعلقوا، نجم تقول شيء، شنو نجمو نقولوا؟ دولة لا ترحم لا تخلي شكون يرحم. دولة لا ترحم لا تخلي شكون يرحم. باهي، اوكي، ولكن صعيب انك تعطي الراي والراي الاخر في المواضيع هذه. شنو نجمو نقولوا سونيا الدهمين؟
انك تلعب دور محامي الشيطان هنا ولا الوجهه نتاع وجهه النظر الاخرى حاجه مقلقه بالنسبه لي انا، لاني متعاطف مع العائله ذي ولاني متعاطف مع الشاب ذي. الجهه الاخرى يقول لك يطبقوا في القانون كوتيديان ما يخرج انتصاب فوضوي ممنوع. مسائمنا زاد من دوله لا تطبق الا القانون ولا تجد الحلول ولا تقترح حلول ولا تعطي مقترحات. اذا كان باش نطبقوا القانون على الناس الكل، راه فما جنوب ثلاث ارباعه عايش من تجاره نعرفوها كيفاش، وفما عباد عايشين من الانتصاب الفوضوي باش ما يدخلش الحبس وباش ما يبركيش يعمل النصبه هذه. من الصعب جدا انك زاد تخلي هكاك وتقول اي مساج احنا بيدنا غدوه نجمو نرجعو نحكيو البقعه الفلانيه كلها براود والكلها كذا. يبقى راس المشكل بالنسبه لي انه الدوله ما تلقاش حلول لا تقترح حلول. انا نحكي على حومتي مثلا باب الخضره شارع مدريد كذا، سنوات الله نقلنا من غادي خاطر الحومه ما عادش نجم تقعد فيها بالشيء هذا، ورغم اللي فيهم ولاد حومه ونعرفهم وعباد تحب تخدم على روحها وتكسب قوتها بالحلال، ولكن ما لقاولهمش حل، ما هزوهمش البقعه. عاجزه الدوله من وقت بن علي راهو على الحكايه ذي، عاجزه من وقت بن علي وزادت بعد الثوره، ما خاطر زادت البطاله وزادت مشاكل الناس سونيا وارتفعت الاسعار والدوله ما تلقاش الحلول. صعيب اني نعمل ليكيليبر لانه شاب في مقتبل العمر 25 سنه وقت اللي ندادوا يحبوا يصوحبوا ويخرجوا ويسهروا ويمشي للاستاد وكذا، وصلت تسكرت بيه وتسكرت في وجهه الدنيا في 25 سنة، غيره مازال يخمم وين يلعب تروح لبلاي في السلجو ولا في الدار. في 25 سنة يمشي ينتحر. فما ناس تعاني قاعدة واحنا مانيش فايقين بهم، فما ناس تحكي يمكن احنا نجيو ننظروا، قلناها في البلاتويت والبلاتويت الكل قالتها يزيونا والانتساب الفوضوي ودرا شنو ورا لافوني وجمال عبد الناصر والبقعة الفلانية. ايه ولكن تدخلات ساعات وتطبيق القانون قد يؤدي لهذا، لأنه الناس هذيا ما عندهاش حلول، لأنه الناس هذيا كي تعرف بعدهم الإنساني وتعرف جانب الإنساني جانب المعيشي نتاعهم تتعاطف معاهم. حتى لو كان مولي مش حتى لافنيو، حتى لو كان جيو نصب لي قدام داري اللي عنده ام مريضه واللي عنده صغار يصرف عليهم ما نعرفش ما نلقى ما نقول. ثانيه نعطيك الكلمه للامانه، سي واحد يمشي على الحرف معناها. شوف ما تنجمش تسمع بشاب عمره 25 سنه حتى حبل وشنق روحه وما تتاثرش، مستحيل، خاصه وان عندنا سابقه بدلت مجرى بلاد كامل العالم، بلاد كامل أي بدلت العالم. يا سي نبداو نحكيو على تونس، احنا نحكيو على تونس، حدثت البوعزيزي شنو اللي جاء، قامت ثوره في البلاد وكانت الشعله الاولانيه هو انتحار البوعزيزي. ولهذا في تطبيق القانون بالطبيعه كنا نطالبوا بتطبيق القانون، وحالة التسيب خاصه اللي وليت في بعد الثوره الانتصاب الفوضوي كنا نطالبوا بتطبيق القانون. لكن تطبيق القانون فيه حاجتين، اولا انك وقت تطبق القانون تعطي الحل البديل، مش نطبق عليك القانون اما راني لقيت لك حل. في غياب الحل ما تنجمش تطبق القانون بالصرامه هذه، صرامه انك تفك ميزان. شفت الرمزيه نتاع فكان الميزانه بوعزيزي، تفك له ميزان باسكولة. وهذايا الوليد بطال. قرينا في برشا مواقع انه كل مره يدبر خدمه بني يخدم نجار يخدم يعمل ما لقاش بني يعمل معناه الوليد ينط بالحق ينطر في الفرنك الله يرحمه وينعمه. دونك الرمزيه نتاع فكان الميزان الكتروني الله اعلم قداش حط فيه باش يخلصوا. الرمزيه نتاع الميزان خايبه ياسر في تونس. انا سمعت اللي هو بحذا المرشي خرج من المرشي شويه وحط النصبه نتاعو. ما المانع انك تتعامل بمرونه انك تقول له ادخل المرشي، انت هوني ما عندكش الحق ادخل المرشي، لزمه المرشي نجم اي مثالش انت ما مشكلتك هو الانتصاب الفوضوي وانه خرج من المرشي وحط على في الطريق العام خارج المرشي مثالش. المرشيات الكل فيهم نصابه اللي حاطه ملحفه وحاط عليها طرف معدنوس واللي حاطه طرف ملسوقه والاخر يبيع في النعناع، ناس تدبر في راسها. دونك انت في غياب الحل كدوله، دوله عاجزه اني تلقى حلول ابنائها، دوله عاجزه اني تلقى حلول اللي قاعدين يترميوا في البحر، دوله تاخذ في فلوس مقابل اولادها اللي يعاودوا يرحلوهم لتونس باش يعاودوا يعملوا النصبه الفوضويه وربما
توصل يوصل بهم توصل بهم مرحله الياس انهم ينتحروا. انت كي تبدا الدوله عاجزه ما تنجمش تطبق القوانين بالصرامه هذه. غلطت الشرطه البلديه ولا اللي اعطى التعليمات؟ هذا هو زاد المشكل. اللي يعاون نتاع الشرطه البلديه كي تجي تعليمات يقولوا الكياس الفلاني مشكله في التعليمات. في التعليمات شويه مرونه شويه مرونه والا قول له هز نصبتك وامشي برا روح فكلوش. راو هذه تصير كل يوم في كل ولايات. هذا مثلا سمحني قطعتك هذا اي هذا انا مثلا انه هو يدخل 20 دينار في النهار تفك له ميزان باش يجيك للمركز يخلص اختيه ايه. بعد تاخذ له جمعه خدمه نتاعو وانتو في اطار اختيه بعد عاود بعد 10 ايام عاود له اختيه حاجه تخنق راو حاجه تخنق بالحق يا اخي. في اتعس الحالات كي تحب ولا في افضل الحالات كي تحب تطبق القانون باي طريقه كانت هز نصبتك وامشي. اما تزيد ترزيه في 100,000 ولا 80,000 ولا اللي يعلم به ربي هو قداش ولا سلعه تعلم به ربي هو قداش باش يدخلها هذا مثلا روفوار هذا يزمو هذا يزمو اعاده نظر فيه. معناها راهو انسان يدخل في 20 دينار في النهار تجي انت تهبط عليه باختيه 100,000 مثلا ولا 80,000 وبعد جمعه تعاود له وبعد جمعه تعاود له ونهار تهز له سلعه ونهار تهز له الميزان حاجه تخنق. معناها كي تلوج انت عندك باش تخلص على ابوك دواء وعلى امك مريضه وعلى بناتك قرايه وفورنيتور سكولير وللروح باش ما يمدش اليد ويبدا يرى في اصحابه واللي يبراكي واللي يزطل واللي يعمل باش يبعد على ذاك الكل تشولوبوس اللي هو انت في الاخر باش يمشي يبيع الزطله مش يتكيف الزطله باش يمشي يبيعها لانه سي بلو رونتابل وعنده يمكن اقل ريسك انه يتشدك ويبيع الخضره. ثم حاجات لازمها تتشاف في ظل عجز الدوله اقتصاديا انها تلقى حلول. ما ينجمش تطبيق القانون يكون هو فقط الحل. ما ينجمش يطبق القانون وقت اللي فما العدل في البلاد. مانيش باش نرجع بكم انا الناس اللي تسمع على على سيدنا عمر وعلى كذا وقت اللي اوقف الحد لانه العباد جواعه اوقف حد السرقه لانه العباد جواعه لانه العباد مش متكفيه وقت اللي تززي الناس الكل وقتها رجع حدودك قوانينك دنيتك عالمك كذا محمود. مع الأسف الدولة الكيان الهلامي هذا المعنوي يتصرف مع العباد بطريقة ما فيهاش البعد الإنساني. ذكروا كل عم ناول وقت اللي فمك الأزمة متاع الاحتكار ورئيس الجمهورية واحتكار وما إلى ذلك مشيوا المرأة تعمل في شوية ملاوي حزوا لها الفارينة والسميد اللي تخدم به شكارة سميد وشكارة فارينة. قولك المخ متاع العباد اللي تطبق في التعليمات مخهم وين ينجم يمشي. اليوم رانا أصبحنا الشرطة البلدية تتعامل قداش تجيب محاضر في النهار باش تبين انه هي قاعدة تخدم. شو أسهل حاجة تمشي لها؟ تمشي لك السهل اللي في عود الشرطة البلدية تمشي للعباد اللي طيش حاشاكم في الزبل بارتو تمشي للعباد اللي طيشوا في الدم في الواحد شوفوا الفوضى شوفوا يمشيوا للحاجة السهلة. الشرطة البلدية مشيت للسيد هذا نحات له البسكولة متاعه. يزم تعرف راهو طبيعة المنطقة تو هذه ما صارتش في سيدي بوزيد راهي صارت في مرناك. مرناك شفيها علاش قايمة مرناكي منطقة في على الفلاحة. دوك يمشي للفلاحة ياخذ شويه غله وشويه خضره ويحط ينصب بهم باش يخدم بهم. تقول لي السوق البلدي سونيا نقول لك السوق البلدي راهو فيه لزمه وتعدى ومنين عنده هو باش يدخل ويشارك في طلب وعروض ما يخليوكش واحد. دونك اليوم فما مناطق فما مناطق عارفوا اللي فيها عباد تخدم هكا جاوا نظموها. جينا عملنا احنا جينا للسيد هذا سي محمد امين الدريدي وقلنا له نحي الـ 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 الخضره ما نحاش مشينا فكينالو. وليد المجري يسكن هو صديقنا وزميلنا وليد المجري قال راو ولاد الحومة الكل اللي حرقوا واللي موقفين على مشاكل واحد هو قبل على نفسه انه يبيع الخضرة. نهايته في الاخر مع الاسف مأساوية في بلاد لا تحترم أبناء. في وسط الحكايه فما زاد رئيس بلديه تم ايقافه والموضوع زاد اثار جدل. ما علاقه هل هو المسؤول؟ معنا عدنان بوعسيده رئيس الجامعه الوطنيه للبلديات. سي عدنان صباح النور مشكور على قبولك للتدخل في الراف مايك. عيشك صباح الورد والياسمين ليك ولجميع المستمعين. هو شكرا لك يفضلك سي عدنان باش نحكيو معك بعض لحظات على الموضوع. حكيت الاخبار صحيح ولا لا ايقاف رئيس البلديه رئيس بلديه مرناك وعلاش؟ لانه قريت التدوينه نتاعك انت ماكش موافق بتاتا. نستسمعك في فاصل صغير ونرجع لك بعد الفاصل.